سمحية. اليوم احنا في جهة رباط السلال القنيطرة في المحطة الخامسة من المنتديات الجهوية للمنتخبين التجمعيين، كيلتفوا المنتخبين ديال الحزب في هذه الجهة حول إشكالات وحول مواضيع وحول تيمات اللي كتشغل بال المنتخبين. اليوم الحزب قرر هاد المنتديات على المستوى الوطني وجعل من سنة 2023 سنة ديال المنتخب باش جوستومون يجي القيادة ديال الحزب تستمع لهاد المنتخبين وباش وتعطيهم توجيهات. اليوم هاد المنتديات فرصة حقيقية، عنوانها الأبرز هو الإنصات والتواصل ومد الجسور، ماشي مدها، تثبيتها وتأكيد الجسور بين القيادة ديال الحزب اللي كتشغل حاليا مواقع في الحكومة والمنتخبين المحليين. علاش؟ لقناعة الحزب والمنتخبين ديالو بأن العمل الميداني، العمل التنموي المحلي أساسي الوفاء بالتزامات، أساسي للتفاعل مع حاجيات وانتظارات المواطنين. إكراهات فيها ما هو مرتبط بالتدبير، بالحكامة، بالوضع الاعتباري ديال المنتخب، الإشكال ديال التمويل ليس بسهل وليس بهين. اليوم بدون تمويل المنتخب سيلقى راسو أمام اختصاصات وانتظارات مهمة ولكن ما عندوش باش يواجهها. كاين كذلك الإكراه ديال الوضع الاعتباري ديال المنتخب اللي اليوم كننتظروا منه أنه يتحلى بالنزاهة ويكون هذا، ولكن كذلك كاين الوضع ديالو اللي أحيانا تيتقاس. إذا هذا الشيء كامل كيناقشوه الورشات وغادي يكون موضوع توصيات اللي في جميع مختلف الجهات. في الاخر بعد انعقاد المنتديات ب 12 بغينا تصور ديال الحزب يتبلور تجاه المجالات الجغرافيه، الجامعات والاقاليم والجهات، ولكن تجاه كذلك هاد الناس هادو اللي كيشتغلوا في هاد الاقاليم وفي هاد الجامعات. وبالتالي فالمبتغى والمنتظر هو ان الحزب يكون واحد الرؤيه تجاه هاد المواضيع هذه، ولكن ما تجيش غير من تشخيصات تقنيه، تجي في الانصات لهاد الناس هادو. واعتقد ان هاد ما يقارب 11000 منتخب اليوم، ما يقارب 11000 منتخب هو خزان كبير للمقترحات وخزان كبير ديال الماده اوليه لصياغه هاد الرؤيه هادي. اليوم كاين منتدى ديال المنتخبين التجمعيين لجهة الرباط صلال القنيطرة. اليوم كنجتمعوا أكثر من 1000 ديال المستشارات والمستشارين الجماعيين بما فيهم الجهات، الغرف المهنية والبرلمانيين والمستشارين البرلمانيين. إذن اليوم هذا لقاء من أجل التواصل، لقاء من أجل مناقشة القضايا التي تقض مضاجع الرؤساء والمستشارين. لان اليوم الا غادي تلاحظوا في الورشات اللي هي اليوم راه عامره وفيها واحد النقاش مهم جدا، كتلقى برشه اللي كتهم التمويل الترابي، كتلقى البرشه اللي كتهم الميزانيه ديال الجماعات. اليوم الميزانيات ديال الجماعات الغالبيه ديالها ونقول لكم بانهم ديفيسيتير، ما عندهمش، ما كيعجز، عجز في الميزانيه، والعجز ديال الميزانيه ما كيخليش الرئيس انه يقوم بالدور ديالو اللي وعد به الساكنه واللي وعد به الناس اللي صوتوا عليه. اذا اليوم كاين نقاش كيفاش يمكننا نرفعوا من هذه الميزانيه ديال الجماعات الترابيه، كيفاش يمكننا نرفعوا من الحصيص ديالنا ديال لاتيفيا، لان الضريبه على القيمه المضافه هي اهم مصدر لتمويل الجماعات. اذا اليوم كيناقشوا هذا الشيء، كيناقشوا كذلك الوضع الاعتباري للمنتخب وشنو هي الحمايه اللي كيديرها له القانون، اللي كيوفرها له القانون التنظيمي، القوانين التنظيميه الترابيه. كذلك اليوم كنناقشوا مساله ديال التكوين ديال المستشارين. اليوم عندنا مستشارين عندهم شعبيه ممتازه وناس مزيانين وطلعوا باصوات وطلعوا بكذا، ولكن خداوا الرئاسه ولكن ما عندهمش امكانيات ديال التدبير، لان هادشي ديال التدبير ديال الجماعات وباش تكون امير بالصرف خصك واحد النوع ديال التكوين. اذا حنايا غادي نهضروا على المساله ديال التكوين وكيفاش غادي نوفروا لهاد المستشارين المجال ديال التكوين.